إذا اليوم حضرنا يعني اللقاء لملخص يعني جميع اللقاءات الجهوية اللي كانت في المغرب. وفي هذه اللقاءات الجهوية كان يعني استطلاع الرأي ديال جميع المناضلات والمناضلين ديال التجمع الوطني الأحرار حول قضايا يعني المهمة اللي هي مرجعية الحزب، وكذلك ثلاثة الأوراش المهمة اللي هي التشغيل الصحة والتعليم. فاللي تقدم اليوم تقدمت استراتيجية مرجعية جديدة للحزب اللي هي الديمقراطية الاجتماعية، وهذا ناتج على يعني داكشي اللي جا في الاستطلاعات ديال ابداء الراي ديال جميع المواطنين. بغينا يكون واحد الحزب يعني الحزب ديال الوسط اللي كيشجع المقاوله، كيشجع المبادره، ولكن مع العداله الاجتماعيه. فيما يخص يعني الاوراش اللي المغرب كيعرف فيهم يعني اكراهات كبيره، واولا التشغيل، واعطينا واحد خريطه الطريق فيما يخص التشغيل اللي فيه تشجيع المقاولات، تشجيع المقاولات الصغيره، تشجيع داك لوتو اونتربرونور، وكذلك يعني تحفيزات لخلق مناصب شغل، وكذلك فيما يخص التعليم اللي عنده عده اشكالات. دائما الاقتراحات اللي جا بها الحزب كتجي ابتداء على استطلاعات الراي ديال جميع المغاربه في جميع يعني الجهات المغرب. والتعليم كما فتو، اولا بغينا التعليم اولي يكون معمم في جميع انحاء البلاد، وكذلك يعني المدارس الجماعاتيه لا سيما في المناطق القرويه، حرب يعني نقصوا من الهدر المدرسي، ويكون جوده ديال يعني المدرسه. وكذلك هناك فيما يخص الاطفال اللي كيغادروا المدرسه يكون يعني اعاده التاهيل ديالهم، اعاده التمدرس ديالهم في يعني التكوين المهني، وكذلك الجامعه حتى هي كيتعاد النظر في يعني المنظومه يعني ديال الجامعه. فيما يخص الصحه اللي حتى هي عندها اكراهات، بعد ملي كنسولوا الناس كيقول لك دابا اللي مريض عندنا كيمشي ليزيرجونس، ما كاين حتى ديك لورينتاسيون ديال المريض. اليوم كنقترحوا يكون الطبيب ديال الاسره، لكل 500 اسره يكون عندها طبيب، باش هو اللي كيقول للمريض فين غادي يمشي، ربما يعالجوا، ما نحتاجوش كاملين نمشيو ليزيرجونس ولا نمشيو لشي سبيسياليتي، هو المرض كيكون بسيط. اذا يكون الطبيب ديال الاسره هو اللي غادي يعني اللي غادي يوريونتي المريض، هكذا ما غاديش يبقى ينخفضوا يعني ذاك الزحام اللي كيكون في ليزيرجونس وفي المستشفيات الكبيره. وهناك كذلك يعني لا كوفيرتير سوسيال ديال جميع المغاربه كيخصها تكون، وكذلك كنطالبوا بكلية الطب والسياسي في كل جهه، باش كل جهه يكون فيها، وتكونوا الاطباء في ديك الجهه ويبقاو في ديك الجهه. وهناك فيما يخص كذلك يعني المناخ ديال تادوك المدن الصغيره اللي كتقرب 100,000 نسمه تكون عندها مؤهلات باش حتى يكون فيها اقتصاد، ما نبقاوش نبقاو غير في المدن الكبيره بحال طنجه والرباط واكادير، كون حتى المدن الصغيره مثلا بحال هنا عندنا اي تعميره اللي كبيره كيخص يكون فيها حتى هي اطباء خاصين، يكونوا فيها المرافق، يكونوا فيها الادارات، يكون فيها البريفي، باش حتى هي تكون يعني مناصب شغل ويكون فيها اقتصاد. إذا هذه رؤية شاملة ديال الحزب اللي أعطينا أرقام من دابا 2025 باش نحققوا هذا يعني البرنامج، والبرنامج راه في الانترنت، وباقي كنشوفوا الاقتراحات ديال المواطنين باش إلا غادي يكونوا تعديلات ويكون برنامج اللي غادي يواكبوا الحزب إن شاء الله.